انطلقت جلسات ولجان الحوار الوطنية لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والذي يضم 5 لجان فرعية، وهي لجنة مباشرات الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، إضافة إلى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي. وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلين من مختلف التيارات السياسية على مدار جلسة النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز. وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات. ولمزيد من التفاصيل عن انطلاق أولى جلسات لجان الحوار الوطنية لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، تنضم إلينا مفادة التلفزيون المصرية ريهام الديب. ريهام، يعني بعد التحية، يعني اطلعينا على أهم المحاور التي تحدث عنها هذا الحوار. أهلا بك ميرنا، وبرحب بكل مشاهدينا على شاشة القناة الأولى المصرية، على شاشة التلفزيون المصري، من هنا من مقر الحوار الوطني، حيث انعقاد الجلسات النقاشية الأولى لهذا المنبر وهذه المهمة الوطنية العظيمة التي بالفعل تمثل لحظات تاريخية فارقة في عمر هذا الوطن، عندما نتحاور ونتبادل الرؤى ووجهات النظر المختلفة بين جميع فئات وأطياف المجتمع من أجل الوصول إلى مساحات مشتركة للجمهورية الجديدة ورسم ملامح الجمهورية الجديدة. المحور السياسي، المحور الاقتصادي، وكذلك أيضا المحور المجتمعي، هذه هي المحاور الأساسية للحوار الوطني، بتنعقد في يوم الأحد والثلاثاء والخميس. اليوم هو المحور السياسي وبه الكثير من الجلسات المهمة جدا، وبيشرفنا على شاشة القناة الأولى المصرية للحديث عن أبرز هذا وهذه الجلسات التي تناقش في إطار المحور السياسي. المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. سيادة المستشار، أهلا بحضرتك يا فندم، ومشرفنا على شاشة القناة الأولى. أهلا بحضرتك، مساء الخير، أهلا بك. الحقيقة هذا الحوار اللي بيتسم بالتنوع والشمول، وده الحقيقة اللي احنا شفناه منذ بداية دعوة السيد الرئيس لانعقاد هذا الحوار، وكل الجلسات التحضيرية على مدار عام كامل، جهود عظيمة الحقيقة بذلت من أجل أن يخرج هذا الحوار بهذا الشكل. شهدنا أيضا الجلسة الافتتاحية وكل الثراء اللي بيوجد فيها. عايزة حضرتك تكلمني عن اليوم الأول في الجلسات النقاشية والمحور السياسي بكل جلساته المختلفة. طبعا متشكر لحضرتك الاستضافة. النهاردة عندنا 4 جلسات، خلصنا بالفعل جلستين. الجلسة في القاعة 1 كانت بتتكلم عن النظام الانتخابي الأمثل في ظل الضوابط الدستورية، ودي جلسة كبيرة ساخنة، أكتر من 300 شخص حاضرين في القاعة، أكتر من 37 متكلم في أول جلسة. على التوازي منها كان في جلسة لحقوق الإنسان والحريات العامة بتتكلم عن مكافحة كافة أشكال التمييز. بشكر حضرتك إن أنت جبت سيرة الفترات التحضيرية. اليوم النهاردة كان يوم كويس، والجلسات كانت متميزة، والنقاش كان متسع ومتوازن ومتبادل. الحقيقة كان مش ممكن نوصل للنقطة دي غير بالتحضيرات الجيدة. التحضيرات يعني ممكن البعض يكون استطال مدتها شوية، لكن الحقيقة نتيجتها باينة ان حضرتك كمان حتى في توزيع الكلمات النهاردة، فقد روعي في توزيع الكلمات انك ما تسمعش اتجاهين ورا بعض. حتى الناس اللي قاعدين حرصنا في القعدة نفسها ان احنا مش يعني لازم الناس تقعد مع بعض، بحيث ان يبقى فيه نوع من انواع الحوار ونوع من انواع النقاش. الحمد لله الاراء كانت متنوعة ومتعددة. اهم ما يميز اليوم الانضباط الحاضرين كمان، بمعنى كل واحد التزم بالرأي، التزم بالوقت المحدد ليه. طيب ليه؟ لأن احنا قلنا أكتر من مرة يا جماعة الفرصة المتكافئة، العدالة في توزيع الكلمة، الكل يتكلم لكن في وقت متكافئ بالنسبة لكل الناس. فعلشان الناس كلها التزمت بالوقت، أمكن إن احنا نخلص في ميعادنا، أمكن إن احنا ندير حوار هادف وحوار متنوع، سمعنا فيه آراء كتير. الحقيقة القضية بتاعت الانتخابات والنظام الانتخابي من القضايا الشائكة، بمعنى كل واحد بيبقى ليه وجهة نظر، وكل شايف
كل واحد شايف ان النظام الانتخابي الذي يقتنع به هو الافضل من وجهة نظره، لكن هل يمكن بناء مساحات مشتركة او تقريب المسافات ما بين الرأيين دول؟ ده هيبان في الجلسة الثانية، ده هيبان في الجلسة الثانية. لكن الجلسة الاولانية شهدت انتظاما في اعمالها، شهدت تنوعا في افكارها، مشاركة كبيرة وعالية، احترام من الجالسين واحترام من المنصة، والحقيقة الحمد لله. يعني عايزة أعلق على الحقيقة من خلال حضوري للجلسة الخاصة بالنظام الانتخابي، حضرتك يا فندم اتكلمت على المقترح الخاص بالقائمة النسبية، القائمة المطلقة. الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني تحدث على القائمة النسبية. إلى أي مدى من وجهة نظرك هذا بيعكس مدى التنوع الحقيقي اللي احنا بنشوفه على أرض الواقع من القائمين على هذا الحوار الوطني؟ التنوع في الرؤى واختلاف وجهات النظر حتى نصل إلى مصلحة الوطن في النهاية. بشكرك طبعا على الملاحظة الذكية، والملاحظة بتتكلم عن نفسها، بمعنى يكفي أن المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية في القضية دي مش على رأي واحد، لا أنا أثرت عليه في رأيي ولا هو أثر عليا في رأيه، وعبر عن رأيه بوضوح وأنا عبرت عن رأيي بوضوح. ده أكبر دليل على أن الحوار يعني حوار فعلا تفاعلي ومتبادل وجاد. يعني 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 كلانا أنا وضياء في إدارة الحوار، فكان الأفضل. بالمناسبة أيضا هناك أعضاء مجلس أمناء تكلموا مؤيدين للقائمة النسبية، ومحدش مع حدش عنده مشكلة، لكل عضو حرية الرأي وقناعة، يعني الحرية كمان في تكوين قناعته. لكن في النهاية أنا بشكرك، ده أكبر دليل على أن يعني أنا وضياء نفسنا مختلفين في القصة دي. الاختلاف المحترم اختلاف في الرأي، لكن عندي استعداد أسمعه وأنا متأكد أنه هو عنده استعداد يسمعني. لو هنتكلم برضو يا فندم على الجلسة الأخرى اللي كانت أيضا في منتهى الأهمية، وهي مكافحة جميع أشكال التمييز. الوطن بيتسع للجميع والكل سواسية في الحقوق وفي الواجبات أيضا، وبالتالي لابد أن يكون هناك مكافحة لجميع أشكال التمييز، وده الحقيقة كان عنوان الجلسة المنوط بها بالأساس لجنة الحقوق الإنسان والحريات العامة. حضرتك شايف المخرجات اللي ممكن أو متوقع أن هي تخرج من هذا الموضوع، من هذه الجلسة، بعد يعني بدء مناقشة هذا الموضوع في الجلسة الأولى اليوم؟ طبعا هو موضوع مهم وموضوع مرتبط ارتباط بمبدأ المساواة وارتباط وثيق بالحريات العامة. أنا ما حضرتش الجلسة لكن كنت متابع الأحداث بتاعتها بصفتي رئيس الأمانة الفنية. الحقيقة أن الجماعة الحقوقية المصرية كانت ممثلة وأعطيت الأولوية والصدارة في الكلام. أيضا الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع في هذه القضية كانوا موجودين وحاضرين وتكلموا. اللي أنا قدرت أستشفه من الزملاء أن الكلام كان متسعا. هناك التزام دستوري بتحقيق مبدأ المساواة، وهناك التزام دستوري بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. المفروض أن الجلسة دي تكون حددت. طبعا لا نريد أن نستبق نتائج الجلسات، بمعنى احنا لسه هنعرف هل الجلسة دي اعتبرت جلسة منتهية، يعني يقدر يخلص في الجلسة التالية لنتائج، ولا لسه هيعاوز مزيد من الوقت للنقاش. اذا كانت الجلسة انتهت فان شاء الله الجلسة اللي جاية هيبقى فيه يعني خلوص لبعض النتائج. اذا كانت الجلسة ممتدة فاحنا لازم نسمع الاراء كلها، لكن الموضوعات نفسها كلها موضوعات مهمة، حقوقية، سياسية، مجتمعية. يعني عايز اتكلم مع حضرتك سياده المستشار على المقترح اللي قدمه مجلس امناء الحوار الوطني للسيد الرئيس ان يكون في اشراف قضائي على الانتخابات الرئاسيه، ولقينا انه كان في استجابه سريعه جدا من قبل السيد الرئيس على هذا المقترح. راي حضرتك ايه؟ الاستجابه السريعه ليها اكتر من دلاله. رقم واحد، الدلاله بالنسبه لي انا الاعلى، الحرص التام على النزاهه والشفافيه وسلامه الاجراءات، ده رقم واحد. رقم اثنين، المتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وما يتم في البلاد. رقم ثلاثة، اهتمام سيادته الشخصي بالحوار الوطني وما يتم فيه باعتبار سيادته هو الداعي لهذا الحوار. الحقيقة كل هذه الرسائل السياسية يتعين التقاطها وعدم تقديم واحدة على الأخرى. احنا المواطن المصري يثق في الانتخابات التي تجرى تحت إشراف قضائي، وكوننا خبرات جيدة جداً
في إدارة العملية الانتخابية عن طريق القضاة. الدستور أنشأ هيئة مستقلة قال إن هي تدير الانتخابات، ده كلام عظيم وكويس. طيب يعني إذا الدستور حط مدتها 10 سنين وقال بعد كده نقدر نتحول من الإشراف القضائي الكلي إلى إشراف عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات، فإحنا بس حبينا نقول يا جماعة خدوا بالكم ال10 سنين قربت تخلص، هنعمل إيه في مسألة الإشراف القضائي؟ هل هنكمل إشراف قضائي ولا هنبدأ ناخد خطوات لتأهيل المجتمع لغير الإشراف القضائي؟ هو دي كانت الرسالة، واللي كان الرد الكريم علينا بيها أكثر سرعة مما نتوقع يعني. الحقيقة في سؤال مهم جدا ومهم ان حضرتك كمان يعني تعرف المواطنين بيه بشكل اكبر، انه الحوار الوطني ليس بديل تماما عن مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة لها كل الاحترام، لها صلاحيتها، كل شيء، حتى ليس مكمل للسلطات الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة. الحوار الوطني منصة اراء، علشان هو منصة اراء لا يوجد آلية للتصويت، علشان ما فيش قرار، في توصيات، في توافق أو في عدم توافق. طيب مخرجات الحوار الوطني دي هتحتاج إيه؟ هتحتاج إما أنها تاخد شكل قانون أو هتحتاج قرار من الرئيس أو من الحكومة أو من السادة الوزراء. كل ده مش في الحوار الوطني. الحوار منصة طرح وتداول حول بعض الأفكار وبعض القضايا، هي نافذة تسمع منها مؤسسات الدولة ما يدور في المجتمع المصري، دون أن يترتب على هذا أي إخلال باختصاص أي جهة. ولا يعتبر الحوار الوطني، ونحن كررنا ذلك كثيرا ويبدو أن احنا محتاجين نكرره تاني، الحوار الوطني ليس بديلا عن أي مؤسسة ولا يحل نفسه محلها، إنما المؤسسات الدستورية كاملة لها كل التقدير ولها كل الاحترام، وعلينا كل التعاون معها في ممارستها لمهمها يعني. سؤالي الأخير لحضرتك سيادة المستشار، الحقيقة طبعا من أبرز حالا يا فندم من أبرز الموضوعات المدرجة على مائدة الحوار الوطني تعديل بعض مواد قانون الحبس الاحتياطي، بالإضافة أيضا إلى أنه السيد الرئيس الحقيقة مارس سلطته الدستورية وقام بالعفو بالفعل عن بعض المحكوم عليهم، وده الحقيقة تابعناه من خلال طبعا العفو الرئاسي. تعقيب حضرتك على هذا الملف تحديدا وعلى هذه النقطة تحديدا. أنا هكلم حضرتك من واقع الإحصائيات والبيانات اللي جات لي. هذه القضية من أكثر القضايا اللي جاءت فيها مقترحات وتكررت من المواطنين وقادة الفكر والرأي والحزبيين وكل الناس تكلمت في مسألة الحبس الاحتياطي، ده معناه أن هي قضية محتاجة مناقشة. السيد الرئيس تكرم ومارس، بالمناسبة من حق رئيس الجمهورية العفو عن بعض المحكوم عليهم، هذا العفو هو سلطة تقديرية كاملة للرئيس، والسلطة دي مش جديدة، دي موجودة من أيام الملك في دستور 23، لكن يتمتع السيد الرئيس بسلطة تقديرية واسعة ولا يتم استخدام هذه الصلاحية إلا في أضيق نطاق. طيب الإفراج عن بعض المحبوس عليهم أو العفو عن بعض المحكوم عليهم هو بيوفر نوع من أنواع الأجواء الإيجابية التي تساعد على تنمية وتطوير الحوار. قضية الحبس الاحتياطي من القضايا ذات الأهمية وذات الإلحاح، وإن شاء الله هتتناقش في الجلسات القادمة. لا أريد أن أستبق، لكن أيضا من ضمن موضوعات حقوق الإنسان مسألة الحبس الاحتياطي. أشكر حضرتك جزيل الشكر مستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، شكرا جزيلا على وقت حضرتك يا فندم وعلى كل المعلومات اللي حضرتك دايما حريص على إمداد كل وسائل الإعلام والقناة الأولى طبعا المصرية بيها بكل تأكيد. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك. تلفزيون المصري بيت الجميع يعني، سعدت وشرف. برجع ليكي مرة تانية ميرنا. إذن مشاهدينا يعني كانت هذه هي أبرز المحاور اللي تحدث عنها رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي الحقيقة عن الحوار الوطني اللي بيعتبر بالفعل منصة مهمة جدا لكي يتحدث الشعب المصري والمجتمع المصري من القلب عن كل القضايا اللي بتهمه، لكي يتم فيها تبادل وجهات النظر والرؤى على طاولة واحدة تتسم التوافق في النهاية، وذلك حول أولويات العمل الوطني. هذا هو الأساس والهدف الأكبر من الحوار الوطني، خلق مساحات مشتركة من أجل رسم ملامح الجمهورية الجديدة. برجع ليكي مرة تانية ميرنا. شكرا لك جزيلا ريهام أديب، مفادات التلفزيون المصري.